هلو. من نهار بدا الانسان الحياه ديالو في كوكب الارض كانت عنده واحد العيبه اللي ما كانش كيناقشها ولا كيفكر فيها، وهاد العيبه كانت كتعاونو باش ما يموتش، هاد العيبه كانت كتعاونو باش ما يطيحش في شي مصيده، وهاد العيبه كانت كتخليه يهرب الا كان شي خطر جاي لعندو. هاد العيبه هي الخوف. هاد العيبه كون ما كانتش في جدودنا كون راك انت في العدم دابا، حيت جدك القديم كون ما كانتش عنده هاد العيبه كان غيبقى في بلاصتو حتى يجي ياكلو شي مخلوق ولا كان يطيح في شي مصيده ولا شي لعبه بحال هكا. كيما بقيت نقول هاد اللعيبه غنقول الخوف نيشان. المثال ديال جدك القديم غيخليك تعرف بلي ان الخوف كان في صالح الهوموسابيان. الهوموسابيان هما النوع ديالنا حنا، يعني ان الخوف كان كيخليهم يبعدوا من الخطر. كون ما كان الخطر قريب ليهم على الجسم ديالهم ولا على شي حاجه كانوا كيهربوا ولا كانوا كيديروا واحد رده الفعل، مثلا الهروب ولا شي رده الفعل اللي كتخليهم ما يبقاوش في ذاك الخطر. يو نو. ولكن الهوموسابيان ما حدو كيتطور والوعي ديالو كيتوسع ولا كيعقب هاد اللعبة اللعبة اللي سميتها الخوف ولا كيناقشها. والمشكل اللي وقع في هاد المناقشة هادي في التطور ديال الهوموسابيان خدا واحد الفكرة ديال ان الخوف وجوب شرعا انه يكون حتى في المواقف اللي ما كتستدعيش الخطر، يعني المواقف اللي ما غضركش لا في الجسم ديالك ولا في شي حاجة فيك. وهاد شي بدرجات عند كل انسان، كان اللي كيخاف من واحد المواقف وكاين اللي ما كيخافش منهم. من الفكرة الاساس هي انه كيخاف من مواضيع اللي ما عندهاش علاقة بالخطر على الجسم ديالو. فهمتيني؟ اوكي فهمتيني. كاين اللي كيخاف انه يهضر قدام الناس، كاين اللي كيخاف انه يمشي عند شي واحد ويهضر معاه، كاين اللي كيخاف من السكات، كاين اللي كيخاف من الجنون، وكاين اللي كيخاف من انه يخاف. هذه الدرجه ديال الساينس، ما كاين عند شي وما كايناش عند شي، كلها واش كيخاف. الخوف عظيم. وشنو الفرق بين خوفك انت وانت وانت وانا؟ الفرق هو السيكولوجيا المختلفه عند كل واحد فينا. اذا الخوف كاين وما عندك باش تغطي الشمس بالغربال. الادرينالين كيخرج في شي مواقف واخا تكون انت داير الفكره ديال الزعامه أو أنا. الناس اللي عندهم فكره مختلفه خليها في عقلك وسير بها في الحياه. مي انا كندوي في امر الواقع، كيف ما قلت لك انا ما كندويش على شي حاجه اللي غتؤدي بالجسم ديالك للخراب، ولكن كندوي فاش كتخاف من شي حاجه اللي كون درتيها كان غيكون احسن وغتستافد منها ومن التجربه ديالها. وهاد اللعبه كتوقع. شحال من واحد كيكون باغي يدير شي حاجه ولكن داك الخوف تي ومن بعد تيقول فاك علاش ما درتش. دابا غنكون كاسيت داك الخلط اللي كيوقع ما بين الخوف من الخطر والخوف من شي حاجه اللي ماشي خطر عليك. والحاجه اللي كتخاف منها سول راسك واش هاد الحاجه هادي كتؤدي بالجسم ديالك للضرر. الا كانت وي احسن رده الفعل هي الخوف، الا كانت نو اوكي راه كاين شي خلل. نعطيكم مثال بالقرايه، كاين شي وحدين اللي ما كيقدوش يرفعوا صبعهم ويقولوا للاستاذ سات بغيت نجاوب. هاد الشيء علاش كندوي وسقط هادي على بزاف ديال المواضيع في حياتك اللي تقد تكون كتخاف من شي مواقف. وسي فاش كيكون شي واحد باغي يدوي مع شي دريه ولا شي دريه كتكون باغا تدوي مع شي واحد، هاد الخوف منتشر وانا عارف. مي عامه الا صادفك شي موقف باش ترجع داك الادرينالين اللي خرج للدار زعما باش تحيد داك الخوف اللي خرج لك فشي موقف على غفله، كاين واحد الحل زويون في علم النفس. جوج اسئله غتسولهم على راسك، واحد جوج اسئله فيهم السحور. السؤال الاول اللي غتسول لعقلك شنو هي اقصى حاجه توقع، سولو بينك وبين راسك بطبيعه الحال، شنو هي اقصى حاجه توقع الا درتي انت هذا الموقف، موقف بطبيعه الحال اللي حسيتي به انك خايف منه، شنو هي اقصى حاجه توقع لهذا البلان. غتقمع ومن بعد شخصيتك ما حبساتش في داك الموقف، غتفشل ومن بعد غتعرف بلي الطريقه ما خدامهش وغتبدلها. نمشيو حنا مثلا لاقصى احتمال غيوقع، غتموت واخا راه دويت لك بلي ان هادشي ما متعلقش بالحوايج اللي كيلحقوا الضرر بالجسم ديالك، ولكن فرضا عقلك تيفانتيك بهاد الافكار، غتموت ان لله وانا اليه راجعون. اصلا كلنا حنا غنموتوا وكاينه حياه وحده عيشها بكل حريه. ملي تسول عقلك شنو هي اقصى حاجه ممكن توقع الا درتي انت هذا الموقف، طبيعه الحال عقلك غيباسي لك افكار جاوبوا باللي شخصيتك ما واقفاش في هذا الموقف. ملي غدوز هذا الموقف غتزيد تقوي الخبره ديالك. وباش تنفتح مع العقل ديالك بوسو بهذا الاقتراح بطبيعه الحال من بعد ما تسولوا داك السؤال اللي دويت لك قبيله. الاقتراح هو انك تهضر مع عقلك على الحاله اللي باغي انت توقع في داك الموقف وانت باغيها توقع. مثلا انت باغي تقول شي فكره قدام مجموعه ديال الناس وما قادش، حاول تقول لعقلك ملي تسول داك السؤال حاول تقول لعقلك الاقتراح ديال انك طرحتي داك الفكره على داك المجموعه درتي داك الموقف وجاوبوك وتفاعلتي معاهم وداز كلشي بخير. هنا كتدرب العقل ديالك باش يولف ديك الحاله اللي انت باغي وكتخليه يتخيل داك الموقف اللي انت باغي. وهنا فين كتعنق العقل ديالك كتوليو صحاب. عرفتي ملي كتخاف وعقلك كيبقى يلوح لك واحد الافكار راه غير عقلك كيهضر معاك مسكين. عقلك راه واحد السيد ظريف خاص غير تسمع ليه وتهتم به وتقنعو بشنو انت باغي بالضبط. واللعيبه اللي عطيتك قبيله السؤال والاقتراح اللي كاينين في علم النفس واحد الحاجه زوينه اللي تعاونك في هذا الشيء. من جهه كتحيد الخوف وكتخلص منه من شي مواقف على غفله، ومن جهه كتوجه العقل ديالك باش يكون ديس فيتاس لشنو انت باغي بالصح، يعني البلان اللي انت بغيتيه يوقع في ذاك الموقف. غتكون فهمتيني، انا عارف غتكون فهمتيني حيت انت عندك الوعي وعندك العقل صاحبي. او لا انت اختي
أختي الفتاة يجب الحفاظ عليها. بون هذا السؤال هذا جاء على الخوف وبغيت نقول لك شنو عندي وشنو عارف وصافي هادشي اللي كاين. صافي شكرا، دير ابوني واشتراك ولايك. باي. اصلا ابوني هي اشتراك صاحبي.